السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رابح. اليوم إن شاء الله بدي أكمل معاكم جزء من اللي هو الجزء العشري أو الجزء العشرة أو الجزء العشرين اللي هو إن شاء الله بإذن الله مع بعض حنكمل، ولكن الجزء العشرة إن شاء الله بإذن الله حنكمل، ولكن في أجالي شوي من أهالي بيقولوا لي أنت مش حالة الأسئلة اللي كانت عندنا في الأقارب الأصغر للمقارنة، فأنا مش حلا وممكن سقط الزمن وعادي، يعني حتى لو مش حلا وعادي أنتوا بتحلوا وعادي مش مشكلة، يعني مش شرط يعني أنا أكون حل كل المسائل، بس أنا والله مش اللي بدي أحلهم، أكيد سقط الزمن عندي وإن شاء الله عشان ما تتغلبوا انه عندكم صح او خطا ان شاء الله ببدا احلهم انا معاكم الان قبل ما ابدا اكمل درس اجزاء العشره. نيجي بنفتح على صفحه كل معايا يفتح على صفحه 29، هاي بتقولوا لي مش حل يا مس اللي هو السؤال 12 29، عيد سؤال 12 عندي حكي الاسئله على السريع، في ناس عندي اللي هي الجمل المفتوحة مش مشكلة، بس أي شيء أنا عندي كله عندي سهل، ما في شيء عندي حتى فهمتكم كيف بدي أقارن بين كسرين، لازم إذا كانت البسط يسار البسط لازم يكون المقام، لازم يكون المقام هو الأصغر عشان يكون الكبير، وإذا كان المقامات متساوية بقارن بسط عادي وبسط مع بسط زي عدد صحيح مع عدد صحيح. حكيت هذا الحكي وبما فيه كفاية، نيجي هون نيجي على آخر شيء، لا يعني أنا بحاول قدر الإمكان إني أحل أكبر عدد ممكن المسائل، حتى يا بس لو أنا نسيت أنا مش مشكلة نسيت، يعني نسيتها حلوة انت بتخليها هذه ما فيها اي اشكال، ما فيها اي اشكال. تعالي معي خلينا ناخذ مع بعض حل الاسئله على السريع على السريع، لانه ما فيش وقت اني اعمل انيش مهندس. اول شيء واحد نصف نصف، بدي اشوف هل النصف بدي اشوف بدي اياه اكبر، انا هو اول بقول لي اعملي اكبر اكبر من الكسر الموجود عندي. طيب اذا كان انا عندي نصف الكسر الموجود عندي بده يكون اكثر من النصف صح ولا لا؟ طيب كيف النسبة تكون أكثر من الموجود عندي؟ كيف بدي أعمل؟ إيش الأشياء اللي ممكن أعملها؟ ممكن أعمل بس أنا عندي اللي هي نصف وهون 5×6، 5×6 هي الأكبر؟ هي الأكبر. طيب لو إيش لو عندي أنا 4×5، لو عندي 5 لو قلت 5×6 خلاص؟ لو قلت 5×6 5×6 لو اجيت هون قلت 4×6 بشوف 4×6 بدي اقسمها على 2 وهي اقسمها على 2 بصير 2 ثلثين، هي ثلثين. لو اجيت قلت هل النصف اكبر من ثلثين ولا ثلثين اكبر؟ حتقول لي هي اكبر، ممكن احط 4 ممكن احط 5 ممكن احط 4 ممكن احط 5. طيب اجي انا هون هاي نصف هاي نصف هاي نصف واحد هاي ثلاثة مش بتختلف عن هون. طيب هاي بتختلف عن هاي صح ولا لا؟ طيب عندي ثلاثة وعندي نصف ممكن أقول ثلاثة على أربعة، ثلاثة أربعة لا ما بتزبط معي. ليش يا مس؟ لأني أنا عندي بس أخلي هذا هاي أصغر من أقول ثلاثة أثمن ثلاثة أثمن. طيب هون يا مس ثمن هون هاي وهاي سبعة،
بدي واحد بدي تكون هاي اكبر، بتكون هاي اكبر بدي اجيب هاي اقل. اسمعي شوي، لما تكون الكسر هذا اكبر معناته المقامات لازم تكون اقل عشان تكون اقل منها، يعني هاي اقل. لانه هاي اكبر هي الاسفل، الاكبر هي الاقل، الاكبر هي الاقل، يعني هاي بتكون اكثر. يعني ممكن تكون 9، ممكن تكون 10، ممكن تكون 11، اي عدد اكبر من 8 هو الاصغر. المقام كل ما كان كبير يكون هو الاصغر. طيب ليش على هون؟ هون 1 1 7، 3 3 7. انا بدي هاي اكبر، معناته بدي يكون المقام اقل. ممكن يكون المقام 4، ممكن يكون المقام 4، ممكن يكون المقام 2. واضح؟ لازم يكون المقام اقل من 5. هذول اذا ما عرف كلهم، لكن المقام لازم يكون اقل من 5 عشان يكون هو اكبر. بس ما في شيء يعني شيء بسيط، يعني ما في شيء يعني. بس انا ما حبيت اللي قلت لي، ما حبيتش اني اقول اني احد وخلاص. يا ان شاء الله خير يجي على انا كاني احد المسائل اخذتها، اكيد احد مسائل اخذتها. 37 صفحه 37 ان شاء الله نكون اخذناها احد مسائل. حتى لو يا مس اخذتها هعملها بمراجعه، مش احاول اخذ اللي هي 8 على 10، 8 على 10 اللي هي 8 من 10، صح؟ مش هيك؟ مراجعه اخذنا انه انا اول شيء اضع البسط والمقام بقول بعد فاصلة عشرية واحد، هي 1.10 ما فيش عدد صحيح، صفر. تعالي على الثانية بسرعة يا مس، أساس نخلص 5 اللي هي مس عندي 5 على 10. بقول له أحط إيش اللي هو البسط كما هو بالشكل هذا، الفاصلة بعد رقم 1.1، ما فيش أي عدد صحيح، ما فيش أي عدد صحيح. تعالي على 6 بقول لي كمان اسف 2 من 10 او 2 على 10 تساوي 2، الفاصلة بعد رقم 1.1 فاصلة، لا يوجد عدد صحيح. تعالي معي اكتبي كل كسر عشري مما ياتي على خط الاعداد. بدي 7 9 من 10 بنطلع على خط الاعداد، بدي 8 6 من 10 على خط الاعداد، بدي 3 من 10 اللي هي 9 على خط الاعداد. اول شيء مس خليني ابدا معاكي اني انا بدي اعمل خط اعداد بالشكل هذا، بيبدا من الصفر، 1 من 10، 2 من 10 بالشكل هذا، وكمل. طبعا انت عندك مسطره، اذا عندك مسطره تكون مسافات متساوية. شو المسافات مالها؟ متساوية بين كل واحد والثاني. مسطرتك هون آخر شيء 9 من 10، هون 1 صحيح. تعالي معايا ببدأ إن شاء الله بإذن الله إني أنا أبدأ 9 من 10. يلا خلينا نشوف وين 9 من 10، خلينا نشوف وين 9 وين 10، 9 من 10 وينها 1 من 10، 2 من 10، 3 من 10، هيك ماشي أنا. هاي 9 من 10 كل سهولة كتبت له إياها. باجي على نفس خط الإعداد، على نفس السؤال
ايش 6 من 10 وين 6 من 10 ثلاث هاي ماشي انا هيك هاي هون 6 من 10 اللي هي 8 رقم 8 فهذه على 9 اللي هي 3 من 10 اللي هي اخر شيء في نفس الخط عملت هذول الثلاثه اللي بدون شكلها كله سهل ما في شيء كان انا كاني مراجع على مادتي اللي انا افتحتها تعالي على تعالي علي يا مس والله احنا حلينا كل الاسئله هاي مس على فكره احنا حليناها احنا كلها حليناها يعني كلها تحلت هسه تذكرت انه الخطا تبع عبد الله تذكرت اني انا حليت لاخر شيء وسهى وباي كله انحل ان شاء الله يعني انا هيك الدرس خلص ان شاء الله هسه بدي اعرفك لك ان شاء الله هاي الحصه الثانيه اللي هي اجزاء المئة الاجزاء من 100 والتكافؤ ان شاء الله هسه كمان شوي باذن الله ايوه زي ما حكيت لك يا رابع انه احنا كاينين بنختبر كل الاسئله اللي بالاجزاء الاجزاء العشره اليوم ان شاء الله بدنا ناخذ اجزاء ال 100 هل ما هل تختلف اجزاء مع الاجزاء العشره؟ لا انا بحكي لك هاي في منزله جزء من 100 وهي كانت جزء من 10 جزء من 10 قلنا بعد الفاصله مباشره ليس من اليمين لا بعد الفاصله مباشره جزء من 10 بعدها بعد جزء من 10 شو بيجي؟ بيجي جزء من 100 يعني انا عندي بس لو اخذت هذا المثال لو اخذت هذا المثال وقرات بالشكل هذا عندي لو اخذنا بحقه انا دائما بحب قلت لك زي ما قلت لك انا بحب الاشياء اللي مش محلوله من فهمي اخذها صفحه 3 و4 خليني اخذ السؤال الاول او طبعا هو السؤال الاول عندي بقول لي احدد القيمه المنزليه للرقم الذي تحته خط حقب العدد او الرقم اللي عندي وحط تحته خط القيمه المنزليه بده للي تحته خط القيمه المنزليه اللي تحته خط اللي هي القيمة المنزلية كمان اللي تحت الخط وأنا بحاول قدر الإمكان إني أكتب الأسئلة تعالي معاي عشان نشوف إيش هي القيمة المنزلية للعدد اللي تحت الخط أول شيء أبدأ ما أنا قلت لك إنه هذا هو عدد صحيح بعدين بقول لك إنه هذا جزء من إيش؟ من 10 عدد صحيح جزء من 10 جزء من 100 بقول له هذا جزء من 100 هذا جزء من 100 هذا جزء من 100 انا هذا اللي حطيته ببالي لكن هو بده اياني اكتب له اياه بشكل 8 جزء من 100 بقول له هل هيك احكي 8 من 10 لا 8 في امامها منزله واحده هي الصفر 8 من 100 اجي هون جزء عدد صحيح جزء من 10 جزء من 10 جزء من 10 المنزلة هون 1 هي بالشكل هذا 1 من 10 في أمامه شيء ليس أمامه شيء 1 من 10 يجي على اللي بعده هذا جزء هذا عدد صحيح جزء من 10 جزء من 100 جزء من 100 أنا ما بدي أكتب كتابة بدي أقول لك 6.0 لا يا مس جزء من 10 من أمام 6 منزلة واحدة هي الصفر بس هذا هو درسي يعني ما في شيء ما في اي مشكله نيجي بس على اللي بعده ناخذ شغله بسيطه واكتبي كل من الكسورات شو هي بصيغه طيب بدنا نقرا ايش بدنا نقرا؟ الصيغتين اللفظيه والتحليليه ونحلل نقرا ونحلل السؤال رقم 2 السؤال رقم 4 اسف سؤال رقم 4 لأنه 3 عندنا 4
بدي اياكي تعمليه بالطريقه التحليليه او بالصيغه التحليليه وفي نفس الوقت اللفظيه، يعني تقراي وايش تعملي وكمان تحللي، تقراي وتحللي. خليك معايا بدنا نبدأ ناخذ الأشياء اللي بدنا إياها. اليوم إن شاء الله بدنا نحكي الآن نقرأ. اقرأ في عدد صحيح، قولي لي عدد صحيح وكذا. لا ما في شيء غير عندي 37. شو أكتبها؟ من قل من إيش؟ كم منزل عندي؟ صفران يعني من 100 أو من 10؟ من 100. انتبهي علي، لما كانت 10 لما قلت 3 من 10 فقط. لكن اليوم إن شاء الله بإذن الله عندي منزلتان، يعني صفران 37 من، بقول له ما دام في منزلتان او يعني صفران من طيب يا مس شو بدك تعملي بعدين؟ بده الطريقه التحليليه، في عدد صحيح ما في، هاي 3 اقرأيها، 3 من 10 طريقه تحليليه، 3 من 10، 3 من 10 زائد يلا يا مس 7 الفاصلة ب7، هل أمامها أي منزلة؟ نعم، بدلها 0، 7 من 100، 3 من 10 تحليلي، وبحل لحالها يعني بقطعها تقطيع 3 من 10. هون 7 هيا بعدها 0 1 اللي هي منزلة واحدة، 0 1 7 من 100. تعال نعمل هذا الحكي، نقرأ أول شيء، نقرأ ما فيش عدد صحيح، نقول له 84 من، حتقولي لي 100، ليش يا مس قلتي 100؟ ليش ما قلتي من 10؟ لأنه عندي منزلتان، كان أول شيء 8 من 10 بس، أقول له لكن 84 من 100. تعال على الطريقة التحليلية، الطريقة التحليلية على صحيح مش موجود، عندي 8 أنا أقرأها، 8 من 10 زائد ضايل عندي 4، 4 من في صفر بدل 8 اللي أمامها، اللي 4 من 100. تعالي معايا على الثانية، نقرأ مع بعض، فعدد صحيح مش موجود، 1 ما فيش شيء مس، 1 من ايش؟ بس منزلة واحدة عنده من 10، 1 من 10، طيب خليني أحلل، ما فيش غير 1 من 10، في شيء؟ في شيء أحطه؟ ما في شيء. بكل سهولة أنا في عندي أحاول أرسم الجدول اللي موجود عندي رقم 7، الجدول اللي موجود عندي رقم 7، يا الله إن شاء الله يكون يعني مبين تحت في مجال، لا ما فيش مجال الجدول، أحاول أرسم جدولي بالشكل هذا بسيط جدا. أنا عندي في الصيغة اللفظية عندك الجدول موجود على عندك، انا ما فيش داعي اكتبه، بس انا هنا القياسيه بس بدي اوضح لك اياها اكثر، والتحليليه بالشكل هذا عندي انا احاول اكتب 59 من 100،
ستة من مئة. بعدين عندي كمان تسعة من عشرة زائد اثنين من مئة. تسعة من عشرة زائد اثنين من مئة. بعدين عندي مس أنا بالشكل هذا، واحد وعشرون من مئة. بعدين عندي مسألة هون آخر شيء أربعة على مئة، وعندي واحد أربعة على عشرة آسف، واحد على مئة. خلاص خليك معي الآن، بدي أنا أكمل، بدي أكمل جدولي بالشكل اللي عندي موجود عندي. خليني أبدأ، خليني أبدأ الآن قياسية. هاي النظرية هون بدي أعمل قياسية. شو القياسية؟ هي هاي العدد، هذا عدد اسمه قياسية، وقلنا هذا الحكي قياسية. نظرية بس أقرأ قراءة، القراءة التحليلية، تحليلية بينهم جمع عشان أحلل العدد. هذا الحكي أخذناه من أول ما أخذنا رياضية. نيجي القياسية، تسعة وخمسون، تسعة وخمسون من مئة. في عدد صحيح؟ لا. تحليلية بقول له خمسة من عشرة زائد تسعة من مئة. الشكل اللي عندي هون ايش كاتبينها؟ ستة. يلا نقرا هاي، نقرا هاي. صفر، ستة من مئة، ستة من مئة. ليش لما قلت ستة من مئة ما فيش العدد واحد؟ لكن في منزلتان، والصفر له منزلة، الصفر له منزلة، له قيمة منزلية. واحد نعم، ما في عندي لو حط الستة بدل الصفر بقول ستة من عشرة، لكن هون ستة من مئة. طيب هون الصفر ما لهش أهمية، إن حتى الصفر لما لهش أحد ما يدعو فيه، بقول بس ستة من مئة. الصفر ما لهش تحليل. تعالي معي هون اللي هي تسعة، تسعة من عشرة، وهون اثنان من مئة. شايفين؟ تسعة من عشرة، اثنان من مئة. ها اثنين من مئة، ما بحط صفر، الصفر هو تسعة كانت، واضح؟ بدل التسعة شفت التسعة حطينا هون صفر بالتحليل، واضح؟ اثنين وتسعون من مئة، اثنان وتسعون من مئة. تعالي معي على واحد وعشرون من مئة، إحدى وعشرون من مئة، أو واحد وعشرون من مئة، واحد وعشرون من مئة. خليني أقرأ أكتبها هيك تحليلها، خليني أشوف تحليلها يمس، خليني أبدأ في تحليلها. تحليلها يمس، تحليلها بيقول اثنين من عشرة زائد واحد من مئة. اثنين من عشرة واحد من مئة، اللي هو في منزلة المئات، جزء المئة، جزء أجزاء المئة. طيب هون عندي أربعة من عشرة، أربعة على عشرة، أربعة من عشرة، واحد من مئة. ما بحط هاي، واحد من مئات وأربعة من عشرة، جزء من عشرة، واحد جزء من مئة. إحدى وأربعون، إحدى وأربعون من مئة. أنا هيك حليت الجدول بكل سهولة، ما في شيء عندي كان صعب. تعالوا ناخذ الأشياء اللي ضايلة علينا عشان الدرس إن شاء الله ننهيه. طبعاً إحنا أخذنا وقت شوي طويل عشان إحنا أول شيء رجعنا أخذنا الأشياء اللي ما حليتها، كان الشيء اللي أنا أسألي إن شاء الله بإذن الله على سؤال رقم. طبعاً هذا كان سؤال رقم سبعة، هذا سؤال رقم سبعة، سؤال رقم ثمانية بإذن الله حناخده. سؤال رقم ثمانية حناخده مع بعض. بيقول لي سحب
احنا 43 بدينا على 44. من صندوق يحتوي على 100 كرة اكتبي الكسر المقابل عندي 13 من على 100 اللي هي بتساوي 13 من الفاصل بعد 1 2 1 2 هاني يمس الفاصل بعد 1 2 هاي 1 2 من اليمين ما فيش عدد صحيح. طيب السؤال اللي بعده 9 السؤال اللي بعده 9 بحكي لي في مكتبة سارة بهالكتاب 31 كتابا علميا ما الكسر الذي يمثل الكتب الغير علمية؟ بقول له أول إشي 100 بأطرح منها 31 العلمية اللي أعطاني إياها علميا هي عندي 9 و 3 9 و 3 6 9 3 6 6 9 وستون العلمية اللي هي الغير علمية بدي أطلع الغير علمية ولكن بالمئة بقول له 69 على 100 تساوي 69 من 100. تعالي معايا أبدأ أعمل شغلة ثانية بسرعة يا مس أحاول قدر إمكاني إني أبدأ إن شاء الله يكون مبين عندك إن شاء الله. أيوة أبدأ أخذ نيجي نأخذ سؤال رقم مس هو على السريع حاطك جاهز رقم 9 سؤال رقم 10 اللي هو شوفي عندك الشكل الموجود عندك اللي هو البندق خيار عندك أحمر كوسة أصفر وعندي كمان دورة اللي هي أزرق اللي عندي أنا أول شيء بدي أطلع كل نوع من الأنواع الآتية ترتيبها كم أكتبي الكسر اللي بيمثل هذا الشيء خليكي معايا عشان نشوفه البندور عندي 97 بدي أمثل اللي هو خيار وبندورة و بالترتيب حنقول هون بالترتيب اللي هو عندي أول شيء عندي البندورة وبعدين عندي الكوسة بعدين عندي الخيار هيك الترتيب اللي عندي البندورة عندي 47 و 47% أيوة وعندي الكوسة قديش يا مس 36% أنا بعد قاعدة وعندي الخيار يا مس الخيار اللي هو عندي 17% أنا هذا كله ما بينيش غير إني أنا اليوم بدي أبدأ أعطيكي كيف أحطه على خط الأعداد أعطاني خط الأعداد عندي 6 من 10 عندي طبعا أنتي شو موجود عندك بس أنا بدي أكتب لك إياها هيك هون 7 من 10 هون عندي آخر شيء هون 8 من 10 بالشكل هذا بلي اعملي لي الفراغ الموجود عندي هون اعملي أيوة مس خلينا نكمل زي ما حكينا طبعا أنا ما حطيت لك الأشياء خليني أخذها منهم ما حطيت الأشياء اللي هون بس أنا اطلع علي غلط لازم نعد 6 من 10 بعدين واحد نبدأ ما بطلنا نقول 6 من 10 و7 من 10 هيك في عندنا
شوف اطلع علي، خليني اقول لك هي 6 من 10 61 من 100. خليني اقول لك اياها، خليني احطها بلون ثاني. 61 من 100، 62 من 100، 63 من 100، 64 من 100، 65 من 100. يعني هون بعد واحد بعد 6 من 10 بصير 61 هيك بالشكل هذا، و62 بالشكل هذا، و63 بالشكل هذا، و64 وحكمل لحد ما اوصل جيت وصلت. كلكم بتعرفوا وصلوا للسبعة وستون، انا عديتها وطلعت معي 67. عديتها هاي خامس، هاي 61 62 63 64 65 66 طلعت 67 النقطة اللي هي هاي، طلعت 67. بعدين بكمل يامس، بكمل 68، بكمل شايفين؟ بكمل هون، 68 69 69 بيجي هون 7 من 10. يعني خلصنا كل المئات، يعني من 6 من 10 بكون 61 62 63 كلها من 100 من 100 من 100 لل 7 من 10. نفس الحكي باجي من 7 من 10 بعد بنعد 1 2 3 4. هون 1 71 72 وهكذا 73 وصلت 71 72 73 وصلت لحد اللي هون عندي الفراغ اللي هي 74 منها. واضح؟ بس انا بعد بعد 6 من 10 بقول 61 من 100 62 من 100 لحد ما اوصل للسبعه، من 10 اللي هي 10 اللي هي بتكون 69، 69 بتكون 7 من 10. بعدين 71 من 100، 72 من 100، 73 من 100، لقينا 74 من 100. لو كملت حقول 75 من 100، لو كملت 75 من 100، 76 77 78 79 جينا لل 8 من 10. وتاكدوا من هذا الحكي، اعيد مره ثانيه، انا عندي هون، سبعه، يا ريت اخذها في اوسع شوي صغيره عشان افهمك اللي بدي افهمك اياه هون. خليك معي، جيت لس انا هون، بدي اطلع كبير، بدي اقول هون 6 من 10، وهون بدي اقول 7 من 10، وهون بدي اقول 8 من 10. اخر شيء 8 من 10، وعندي انا بقى بدي ايش اعمل؟ بدي ابدا اقسم، هاي 6 من 10 هون، 61 من 100، 62 من 100، 63 من 100، 64 من 100، 65 من 100. لسه ما عندنا في غلط عندي، لسه ما وصلت لل 7 من 10. فخلينا مع بعض احنا حنصغر شويه، 65 من 100، 66 من 100، 67 من 100، 67 من 100، 68 من 100، 69 من 100. جيت لقيت هون بعد 69 من 100 بتكون 7 من 10. بدي اقسم، انا بضلني اقسم كل هاي وهكذا اقسم، هاي اللي هي بس خليكي معي، 71 من 100، 2 من 100، 3 4 وهكذا، 5 6 7
وكمان هكمل على الاخر 8 وهون 79. جيت وصلت عند بعد 79 تجيني 8 من 10 ونفس التقسيم 1.8 و 2.8 نفس التقسيم نفس التقسيم، لكن انا كان عندي بس بدي 67% اللي هي وين عندي هون؟ لقيتها هون 67%، هاي لقيتها. وبعدين بدي كمان عندي 74%، بدي كمان هاي. وعدينا وشفنا قدامك، وانا كمان حاولت اعمل لك الخط امامك عشان تعرف كيف تطلع اي شيء وكيف تحطه على خط الاعداد. والان يا مس ان شاء الله باذن الله حنكمل اسئلتنا، احنا اخذنا وقت طويل في هذا الحكي، حنكمل اسئلتنا. هذا السؤال كان رقم 11، هذا السؤال رقم 11، رقم 12. انا هيني جربت امامك خط الاعداد وشفت كيف التقسيم، ولو بدي اكمل 8 بكملها نفس الشيء اللي عملته، 1.8 2.8 3.8 لحد ما وصل 89 تصير 9 من 10. واحد نيجي بس على السؤال رقم 12، مساله اكتبي الكسر على خط الاعداد نفس الحكي، اكتبي الكسر الكسور هاي زي ما علمتك، يعني انت بدك تبدا من ايش وتنتهي بايش؟ من 2، تبدا من 2 من 10 وتخلص لخمسة من 10، شفت؟ يعني 2 من 10 و3 من 10 و4 من 10 بتخلص 5 من 10 لخمسة من 10 وتعمل زي ما عملت هون، تبدا 2 21% 22% 23% وهكذا نفس الحكي، ما في داعي اكمل لك تحدي. بقول لي هل الكسر، هاي سؤال رقم 13، هل الكسر 4 على 200 يكافئ الكسر 2 من 100؟ تعالوا نشوف هل كلامه صحيح ام خطا، يعني انا لا يمكن احكي صحيح او خطا الا اذا انا حليته يا مس، اذا ما في حل انا ما بقدر اقول له صح ولا غلط. اول شيء لو قسمت على 2 وها قسمت على 2 تعطيني 2 مثلا، تعطيني 2 على ايش؟ 100، اللي هي 2 صحيح، الفاصلة بعد رقمين منزلتين 1 2 صح، صحيح كلامه، بري بررت له بحلي مش بالحكي بالحل. نيجي يمس على اخر واحد باذن الله ان شاء الله، بدي بشوف المختلف، انا حاطه لك المختلف على طول، مفيش داعي احكي معك. كله على 100، كله على 100، كله من 100، كله على 100 وقد 70% الا 7 على 10 هي المختلفة. المختلفة. وهيك يا مس الحمد لله هيك خلصنا باذن الله اسئلتي اجزاء من 100 كاملة. بدي اعطيكي قصة كتاب الطالب ومسألني أي أسئلة على كتاب التمارين، والله أنا أقول على كتاب الطالب ما هيك خلاص خلاص، أنتم بتفتح كتاب التمارين وبتحل أسئلة كتاب التمارين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.